الممنوع مرغوب، وبالذات في التربية. في ناس لحد النهاردة متخيلة إننا لما نزعق لعيالنا ونضرب ونغلط فيهم ونعاقبهم هي دي أسس التربية السليمة، وإن الخوف هو اللي بيصنع شاب مجتهد وبنت مؤدبة في حالها بتخاف حتى من ضلها، وبالذات في تربية البنات اللي كتير شايفين إن البنت لازم يتقفل عليها ضبة ومفتاح. لكن محدش مرة فكر في قاعدة صاحب بنتك تكسبها. الأم اللي بتكسب بنتها، الأم اللي بتصاحبها، والأب اللي بيصاحب بنته بيديها مساحة من الأمان إنها تحكي له بدون قلق ولا خوف، وهو بيرشد وبيوجه وبيعلم، بيعرفها بهدوء وبحكمة الصح من الغلط والحرام من الحلال. في الوقت ده هتخرج بنت سوية وناضجة، ما بتعملش حاجة في السر لأنها مش خايفة من حد. الخوف هو اللي بيصنع الغلط، هو اللي بيخلي البنت مش عارفة تاخد قرار لأنها مش لاقية اللي يشاركها الحل أو المشورة. هتخاف تحكي، هتخاف تتكلم لأنها ممكن تلاقي ضرب، إهانة، حبس، فهتمشي في الطريق السري اللي ممكن يكون ضدها في النهاية. لكن لو كانت صرحت حد بتحبه ومصاحبها أكيد الموضوع كان هيختلف. خلينا أوضح أكتر. السجن اللي أنت بتحط فيه بنتك أو ابنك بتخليه يعمل كل الغلط بس من ورا ظهرك، وده ليه؟ لأنه خايف، مرعوب من العقاب، من الإهانة اللي ممكن يتعرض لها، فيلم الدور ويعمل اللي هو عايزه بس في السر. علموا ولادكم الصراحة، علموهم يحبوكوا وما يخافوش منكم، يخافوا من الغلط حبا فيكوا مش خوفا منكم، تكونوا دايما في ظهرهم سندهم وأصحابهم اللي عارفين كل خطواتهم، ويتكلموا معاكم بمنتهى الصدق والأريحية، تكونوا انتوا والجي بي اس بتاعهم من غير مراقبة في السر ولا عقاب شديد بعد المشكلة. حطوا أسس يا جماعة من البداية، أساس متين نابع عن حب وصداقة مش عن رهبة وخوف وأذى نفسي. التجارب هي اللي بتولد الخبرة، ومن غير التجربة مش هنعرف الشر من الخير. مفيش أوضة مقفولة بتولد خبرة، وطول ما ولادك هيعوموا في بحر الدنيا لازم وغصبا عنهم هيمروا بأزمات، مشاكل، حاجات جديدة أول مرة يشوفوها. وقتها لازم يكون في حد يسمعهم، يدلهم على الطريق، ما يسيبهمش يغرقوا بعدين يحاول ينقذهم، لأن وقتها الإنقاذ مش مضمون، لأن الدنيا زي البحر بالظبط، الاتنين غدارين. استنونا بعد الفاصل.